أنت وقتي خلي جماعة رمضان لدي سجها ذلك يسبده نبغو حلي عليه الصلاة والسلام فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيدي يقللها نبغو حلي عليه الصلاة والسلام ساعد بكترته أن وافق قف مسلمي سجوا تاجنو تكنية و إلهي وحوي ديستا إلا يا إلهي وصينيا هو ساعده ولما دو لبا حديثة يسار وريا لما ميلاد باقوت الماما جمعة مركو من بركو إمام كساريا هي إلا يا إنتو صلاة كبحية وحكى لولة الماما وقت غيرين هدى تشوفنه جمعة عصر كدبدي إلا يا إكرد عيسو ساعد كترته وأنا وقت يدى ذكري ووفي عن قفكو إنو ورديه بعد صلاة الصبح هذا فريسته هو ورديد إلى عد عدو كذا صباح ده وهذا اللي برجع عدو تكتيد وحنا بقول المامي أنا يتهاي محي حجة طامة أبو نبي وعلي وحج ده ما يسترن بالي هذا مساجد كسكفر دياد يا لطي حج بعد العصرنا السنوة وقت يفضي قبضن له هذا ولي بعصر الجمعة هذول نقضه ساعة الإجابة هي علماء دو شيء ولذلك وحن لنا أزمنة فاضل رمضان ورمضان باكوشرته إن لقى فائدة استو جمعة ياشا رمضان باكوشرة إن لقى فائدة استو بعد صلاة الصبح باكوشرته إن لقى فائدة استو ثلث الليل الأخير باكوشرة إن لقى فائدة استو قيام الليل باكوشرة إن لقى فائدة استو ليلة القدر باكوشرته إن لقى فائدة استو عشر الأواخر باكوشرة إن لقى فائدة استو وحاصرنا أن وحلوضة المامية أما حج طامة أما عمراء ودي قال تحج كي النبي محمد مد لا حج ودي قالته أما الدم بلا دافي أيها قصة وضع أروري أما بري الله أقبلي إذا أوقاتك فاضل كي النبي قلت المامي ما أنت عرفها كم إذا أوقات فاضل كي النبي وشيغي عليه الصلاة والسلام وحكم إذا لبدا آذان انت ورد حيسا ماركو مؤدين كو أقدمه إلا إيا إقامة انت ورد حيسا إيادنا ووقت الدعاء لا يرد بين الآذانين أو بين الآذان والإقامة فادعوا نبي حلي عليه الصلاة والسلام حديثك أبو داود يترمذي يا إمام أحمد بس صارين شغل المنسع قلت الماما دعاء لما عليه لبدأ آذان لحدودة لبدأ آذان وإقامة ضي آذانك نبي عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا حديث كان نوحك له شيء يا نبي بريضينا لعلنين أما يرت أنت لعليا مركا آذان كدعوه إيا مركا جهاتك اللي وشره وحكى له كم إذا وقت يدى الدعاء أي في عنتها صلاة الدبديد صلاة الدبديد لبابا علماء دو يكفى الصراح قال وحيد هذا هو مركا أدام ميستا تحياتك أنت أنا سلام نقصا مركا هذا تحياتك أدام ميستا أنت أنا سلام نقصا فلما ذا بركا لنا وحي قبان ومركا صلاة أدام ميستا كدب هذا دعا يسته يعني دعاء إمام اللي سوغا ما شفته أن تدكو دريري إن الله يا إمام هو دعا يمو يعني لكن هو وقت أدسك دعا يسنكرته وأنا وقت يدى الدعاء ذو فضل قبضانتي نبغ عليه الصلاة والسلام وحلو يري أي دعاء أسمع إلهي رسول كيسيو حديث كثير ماذا وريني وأنا حديث حسن نسو الشيخ وشيخ يالباني أي دعاء أسمع دعاء تيبا لوغو مقل بدني ربي أجيب بدني وحنا بكوري جوف الليل إلى آخر ودبر الصلوات المكتوبات هبينك برتنك حقي صدن بي هبينك حقي صدن بي إيو صلادها مكتوبات كا قداش يد النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي واكي صحابي قوت المامي معاذ بن جبل والله معاذ وان كتشعله النبي عليه الصلاة والسلام ننكا وشعلي ونارتين وشعلي بوح كويري هكت تقل صلاة والبد بدأ دينا تلاهدو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نا تلاهدو صلاة ند بدأ دينا هكت تقل أعماش واحد كوكا لفضي بدنتي أيها الحبة ماشا لغو سمية وأعماش مكا لغو سمية وكفضي بدنتي أعماش مالك لغو سمية صلاة دا حرم كاللغو تكدا
boqol kun oo salaadood, yani 56 sanadood waxaad tukanaysay, hal midood maka ku tukato baa u fadli dhiganta, hal midood maka ku tuganto ayaa u fadli dhiganta. Idan maki waa ka fadli badantay, madiina waa ka fadli badantay, oo kun salaadood bay u dhigataa salaadeedu, masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddaad ku tukato. Masaajideennani waa ka fadli badan yihiin suuqyadeenna iyo guryaheenna, oo 72 darajo ama 25 bay ka badantay. Haddaad jamaca masaajidka kula tukato, taad guriga ama suuqa ama dukaankaaga ama hudheelkaaga ku tukatid, waxaa ka fadli badan 72 jeer ama 25 jeer taad kula tukato masaajidka. Bale intaad u soo socotaba, khudbo kasto aad soo dhaqaajiso, tallaabo kasta, wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة بنبيه salaadaad gurigaaga masaajidka ku tukataa 25 bay dheertay taad guriga ama suuqa ku tukato, hadduu midkiin weysadiisa wanaajiyo oo masaajidka u soo kaco isagoo aan dan kala lahayn, tallaabo kasta uu soo qaado, dan baa lagaga daadiyaa, darajana kor baa loogu yeelaa. Markuu soo galo masaajidka, hadduu tukado, malaa'igta u ducaysa, inta uu meesha uu ku tukaday fadhido uu fadhiyo, malaa'igta u ducaynayso leh allahuma salli calayh, ilaahay uu kan u naxariiso dembigiisa dhaaf, malaa'igta ugu ducaynaysa. Qofkii nabigu yidhi inta uu salaad sugayana salaad buu ku jiraa. Haddaad casr markaa tukatay fadhiisato, aad tidhahda maqrib baan sugayaa, intan aad fadhido salaad baad ku jirtaa. Inta aad fadhido masaajidka aad iska fadhido, waxaad la mid tahay nin tukanayo salaad ku jira baad la mid tahay. Acmaasheennu waxay u kala fadli badan tahay siday u kala anfac badan tahay dadka, tacadiga ay u kala samayso. Oo qofka dadka hanuunka ugu yeedha hadday hanuunkaa qaataan, dee qof wal oo hanuunkaa qaatay ajarkuu leeyahay ajar la mida buu leeyahay. Maanta Imaamu Shaafici raxmatullaahi calayh cilmiguu ka tegey uu ikhlaas ku daro, qof kastoo sidii uu salaada u sheegay intuu cilmigaa ka bartay ku tukaday, intii amal ahayd in leeg buu yeelanaya isna. Haddaad suuqa qabato qof u yeedho tidhaha war kaalay salaada tuko, salaada bartid, qofkaasi intuu salaad tukanayo tiisi isagu uu leeyahay adna in leeg baad la leeday, intuu salaad tukada in leeg baad leeday. Idan acmaasha tacadiga, acmaasha gudubta way ka fadli badan tahay acmaasha aan gudbin. Walidaalik bay culammadu waxay yidhahaan faraa'idda marka laga yimaado maxaa u fadli badan sunanka, alcilmu bay yidhaahdaan. Maxaa ku xiga aljihaadu, maxaa ku xiga adikru bay yidhaahdaan. Culamada qaarkoodna khilaaf bay geliyaan, way isweyd weydaariyaan, yacni waa acmaal tacadida kuwa kani. Saa daraaddeed baa lagu horreysiyey dikriga inay ka fadli badan yihiin. Kayfiyada loo sameeyaa kala fadli badlaysiin kartaa.